بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير على الجميع. الجزء الرابع من الانترودكشن للزي برش 3.1، واحنا كنا اتكلمنا في البرشز او السكالبتنج برشز، وكنا ابتدينا نقول ان في 6 برشز بيعتمدوا على السيرفس نورمال بتاع الجيومتري بتاعي او البرش نورمال. ابتدينا بستاندرد، وبعد كده إلاستيك، ديسبلايس، وبعد كده اتكلمنا في انفليت، ماجنيفاي، والبنش، وبعد كده لسه احنا كنا بنقول 33 براش. يعني كده فاضل لنا كتير جدا. الحقيقة مش فاضل لنا كتير ولا حاجة، احنا فاضل لنا حاجات قليلة جدا. احنا بس هنخلي 3 براشز لفيديو مختلف لان هما معقدين شوية، مش سهل ان انا احطهم في نفس الفيديو. وهي المش انسيرت دوت والمش انسيرت فيت، واخر واحده خالص اللي اسمها زي بروجكت، عشان دي يعني الى حد ما الحقيقه معقده. احنا بس عايزين نعمل اليمينيشن لشويه براشز موجوده عشان سهله جدا. اولهم هي الموف براش، اللي بتعمله انها تاخد الجيومتري وتبتدي تحركه. مفيش حاجه اسهل من كده. لو غيرت في الفلف شويه وابتديت احرك، هحصل على حركه يعني more smooth، الحركه بتاعتها بالظبط كانك بتتكلم في soft selection في البرامج العاديه. الموف ما فيش حاجه فيها كتيره ممكن نقولها، الفكره واحده بس، ان لو انت ضغطت في مكان معين زي هنا مثلا، رحت بختار ال vertex دي ورحت دايس الت، اللي انت بتعمله دلوقتي انك تعمل كونسترينت للفيرتكس اللي انت مختارها او الفيرتسيز اللي انت مختارها اذا كان عددهم كبير، انها تتحرك في الفيرتكس نورمال بتاعتها. وده اللي بيبقى مطلوب اذا كنت عايز تعمل بيوبل بتاعت الاي مثلا. لو كبرت دي كده شويه ورحت اتاكدت ان انا مختار دي وعملت كده زي مثلا ده كده، يبقى البيوبل بتاع العين. الحاجة اللي يمكن تكون مختفية والناس بتنساها، إن ZBrush رغم إن إحنا بنتعامل مع أعداد كبيرة جدا من الجيومتري، إلا إنك لو مسكت البرش وصغرتها جدا خليتها واحد، أنت تقدر تحرك vertex by vertex، تقدر تحركها في أي اتجاه، يا ريت تكون واضحة دي. وبرضه نفس الفكرة، لو حطيت Alt، لو دوست كده وحطيت Alt، أنت بتخلي ال vertex تتحرك في الاتجاه بتاع ال vertex normal بتاعتها. وأعتقد بسيطة جدا ومش محتاجة حاجة. التانية السهلة جدا اللي عايزين نشيلها برضو هي حاجة اسمها سموث. سموث سهلة بس مش بسيطة لأن فيها قضية كبيرة. أنا أشيل واير فريم. سموث بتعمل سموثينج للجيومتري اللي موجود عندي. الحقيقة في فيرجن 3.1 الموضوع اختلف، لأن في فيرجن 2.5 زي برش وفيرجن 3 كانت البرش دي بتشتغل بشكل لذيذ جدا وجميلة قوي وكل حاجة، والإفكت بتاعها كان بيبقى قريب جدا من إنه يكون أورجانيك. إنما في فيرجن 3.1 في حاجة اتغيرت وبقت سيئة، وناس كتيرة جدا اشتكت من البرش دي وقالوا إنها بتبوظ الجيومتري. هو في الحقيقة يعني في حلول كتيرة جدا عشان تتغلب على كده، وهي في الحقيقة مش حلول، يعني هي التفافات حول المشكلة. أولها إنك أنت تقلل الانتنسيتي بتاعة البراش، زي إنك تخليها 10 أو 15، حاجة شبه كده أهو. التاني بتاعها صعب شوية، إن إحنا بناخد البراش وبنيجي في الكيرف بتاعها، سموزنج كيرف، وممكن نغيره. التغيير كمان ليه 2 فيرجن. فيرجن أولانية إنك تخلي كده لحد ما تيجي الاتش زي 9 4، في على الجنب هنا اتش وفي بيتكتبوا بتغيروا لما بتغير كده اهو، فدي حال 9 4 وخلاص اوكي. حتى لو زودت دلوقتي دي هتلاقي انها ما بتدمرش في الجيومتري. في حل تاني تم اقتراحه برضه في ZBrush Central، انك تغير ده كده اهو وتخلي الكيرف كده اهو. ادي كده 3 حلول: تقلل الانتنسيتي، تخلي الكيرف كده، او تخلي ده كده. حاجه كمان، في حل تاني انك تخلي الايديت كيرف بتاعك تغيره، بس احنا مش هنعمله خلاص، يعني كفاية كده. وفي حل رابع كمان، انك انت تروح جاي تختار ال smooth soft sharp r، دي البرش اللي انا عامل لها انستول. يعني قصة طويلة في الحقيقة، يعني في ال smooth brush يمكن ما تقابلكش المشكلة دي اذا ما كنتش اشتغلت على زي برش كتير قبل كده، انما لو كنت اشتغلت
يعني من ايام فيرجن 2 2.5 ثم 3، يعني تغيير السموث براش كان شيء مؤلم جدا يعني. اوكي يبقى احنا كده كمان شلنا 2 براشز. لحظة بس صغيرة قبل ما نشيل البراشز، هقول على فكرة صغيرة. انا لو اخترت زي ستاندرد براش وابتديت اشتغل، يعني بيتقال انك لو عملت شيفت تبقى انت كده بتعمل سموث. ده مش حقيقي. لما بتدوس شيفت في الحقيقة انت بتنقل البراش. شوف هنا اهو، لما بدوس شيفت والماوس بوينتر بتغير لونه للازرق اهو بدل ما كان احمر، انت بتنقل البراش. لذلك انت مش لازم تخلي الالترنيتنج براش بتاعتك تبقى سموث، انت ممكن تخليها اي حاجه تانية، ممكن تخليها اي شيء تاني. بس في هنا في مشكله في الحقيقه. طب انا هختار ستيتش، وبص البراش الغريبه دي مش مهم هي بتعمل ايه دلوقتي يا جماعه، المهم ان فيها الفا. والمشكله بتاعتنا ان انا لو جيت على ستيتش دي ورحت داس شيفت مثلا ورحت داس كده اهو، انا كده خليت الالترنيتنج براش هي ستيتش. دلوقتي لو اخترت ستاندرد وقعدت اضغط، عظيم. لو اخترت شيفت هتلاقيها نقلت للستيتش. المشكله انها مش هتشتغل صح. ليه مش هتشتغل صح؟ لان الزي براش من المشاكل بتاعته ان هو ما بيعرفش يعمل سويتش للالفا بسرعه. زمان في بدايه 3.1 انا، لان يعني انا شخص مغرم بالشورت كاتس جدا يعني، وما بحبش اضغط واحرك الماوس كتير في الشاشه، فكنت جاي شويه براشز اللي بستخدمها على طول ومختار لكل واحده فيهم شورت كات. المشكله ان هم بالفا، وبسبب ان هم بالفا ما كانوش بيشتغلوا بطريقه سليمه ولا حاجه. انا حبيت اقول الموضوع ده بس عشان الفكره السائده انك لو دوست شيفت انت بتعمل سموث. طب انا دايس شيفت اهو، والله ما بتعملش سموث ولا حاجه. انت لما بتدوس شيفت انت بتعمل الترنتيف براش اللي احنا مختارينها هنا اللي هي سموث. لو دوست دلوقتي انا دايس شيفت ودوست عليها، خلاص دلوقتي رجعنا للديفولت بتاعنا اللي هو تعمل سموث لما تدوس شيفت، او تنقل للبراش سموث لما تدوس شيفت. في هنا حاجه صغيره كنت عايز اقولها، ان في اخر حاجه موجوده هنا اهو، في اخر الرول اوت موجود ولا اخر سب منيو موجود، انت عندك هنا حاجه غريبه جدا اللي هي الايديت السموثنج كيرف بتاع البراش بتاعتك، وكمان عندك حاجه اسمها الالترناتيف براش سايز. يعني ايه الكلام ده؟ انا لو خليت دي 2 زي ان دي كده 2 اوكي، وادي البراش اللي انا مختارها دلوقتي هي ستاندرد، ستاندرد، ودوست شيفت هلاقي البراش بتاعتي تاخد ضعف الحجم. لو خليت هنا اهو خليتها 0.5 ودلوقتي ادي الستاندرد براش، ودوست شيفت هلاقيها بقت اصغر في الحجم بتاعها. فبالظبط كده يعني كلهم بيعملوا انتر اكشن مع بعض. مفيش انا بخليها واحد في العادي او 1.3 مثلا، بتبقى سيتنج مقبول. بس يعني انا كنت بس عايز يعني الفكره بتاعت ان لما بتدوس شيفت بتعمل سموث مش حقيقيه ولا حاجه، انت بتنقل على البراش الثانيه والديفولت ان البراش الثانيه هي سموث براش. يبقى احنا كده شلنا 2 الموف وسموث، وهنشيل 2 تاني في لحظه سريعه جدا وهم اللاير والسنيك هوك. اللاير زي اللي كانت موجوده تماما في 2.5D براشز. لاير يعني طول ما انت دايس هي بتاخد نفس الاديشن، نفس الاماونت بتاع الزي اد هنا. وطبعا البراش لسه فيها بافر، وفي لحظه من اللحظات مش هلاقيها تقدر تكتب. بس في الحقيقه في السكالبتنج مود بتلاقي البافر بيبقى اكبر شويه، اهو اختفى ما بيعملش اي حاجه. نفس الشيء لو دوست الت انت بتعمل زي سب او كانك بتنقل، وهو كذلك يا جماعه نفس الفكره تماما بتاعت البراشز اللي كنت بشتغل عليها وقت ما كنت بشتغل 2.5D مش 3D زي اللي احنا فيه. الحاجة التانية كمان السهلة جدا زيها هي السنيك هوك براش. بس المشكلة في السنيك هوك براش ان زمان هي كانت بتشتغل على بيكسلز، والبيكسلز ممكن تعمل فيها ستريتشنج زي ما انت عايز. انما المشكلة دلوقتي ان احنا عايزين نشتغل على الجيومتري. لو بص على الجيومتري اللي موجود هنا لقيت 33000، دي حاجة قليلة جدا جدا. كنترول دي 131000 قليل، كنترول دي تاني 525000 قليل، كنترول دي تالت اوكي ابتدى نوصل 3 مليون، يعني مقبول على فكره مش كتير جدا ولا حاجه. وبتاخد دي وتبتدي تتحرك، بس عشان ده جيومتري لو فضلت تتحرك كتير هتلاقي على طول ان الجيومتري بتاعك بيبوظ. لازم يكون في جيومتري
كتير يكفي كل الحركات اللي انت عايز تعملها، والا هتلاقي الجيومتري يبتدي يبوظ بالشكل ده. دي سنيك هوك براش زي اللي كانت موجوده برضو على 2.5D، ولو عايزها تتحرك كده ولو عايزها تتحرك كده الى اخر الكلام ده. والبراش دي في الحقيقه صعبه شويه، يعني شكلها كده انك انت مجرد تعمل كده وتضغط، انما لا، هي في الحقيقه عشان تطلع بيها نتائج كويسة وسليمة انت بتحتاج انك تتمرن عليها شوية، تغير الفول اوف، تغير يعني انت محتاج حتى كمان انت محتاج تظبط الجيومتري قبل ما تبتدي تعمل الحركة دي. طيب احنا كده كمان خلصنا 4 براشز من اللي موجودين، الموف والسموث ثم اللاير ثم السنيك هوك. بعد كده في الحقيقة عندنا حوالي 8 براشز او 9 تقريبا، يعني سلاش 1 سلاش 2 اوكي، وستيتش 1 و2 و3، تراكس 1 و2 و3، ادي كده 8 براشز. دول انا ما بعتبرهمش براشز، او يعني ممكن نسميهم سبيشال افكتس براشز، وانا بقول ما بعتبرهمش براشز لان احنا نقدر نعمل احسن منهم كمان. دول بالظبط كانهم بريسيتس، ما تقلقش منهم، دول هيتقالوا في دقيقتين مش اكتر من كده لانهم بسيط جدا. في 3 براشز انا هخليهم لفيديو لوحدهم لان هم الى حد ما معقدين، مش انسرت دوت ومش انسرت فيت والزي بروجكت اللي موجودين عندنا. الثلاثه دول يبقى 3 و8 كمان، ادي 11 11، واحنا اوريدي مخلصين 10 براشز، ادي 21، يفضل لنا كده 12 براش مثلا، ممكن نقول 12 براش. اللي احنا عايزين نقوله دلوقتي، لا كمان تعالوا يا جماعه نشيل الاي، الاي بتاعتنا الاي دي موجود عشان لما تكون بتعمل فيس يبقى اسهل لك انك انت تبتدي تعمل البروتوتايب بتاع العين وتروح عامل كده. هو مش مقصود انك انت كده بتغش وعملت عين ولا حاجه، انت في العادي انك انت ما بتستخدمش دي، وكمان لو استخدمتها بتغيرها كمان يعني، بس تبقى عارف، بس لو ضفت قال طبعا بعكسها والموضوع بيبقى بشع جدا، بس تبقى عارف ان في بريست للعين مش اكتر. ولو كنت دايس اكس، انا مش عارف المحور بتاع السفير دي بقى موجود فين في الحياة، لان الدنيا باظت خالص مثلا كده اهو، ونخليك وادي عين وبتعملهم كده اهو ولا اخر. هذه القصه بدايه بروتوتايب ده، يعني بصراحة ما بستخدمهاش يعني، ويمكن غلط ان انا ما استخدمهاش، بس موجودة يعني. انت بعد كده ممكن بالموف براش تبتدي تقدر تغير في الشكل بتاعها وتخليها مناسبة للعين اللي انت بتعملها في الكاركتر اللي انت بتعمله، بس يعني بداية مش اكتر يعني، ومش غش ولا حاجة يعني، عايز تستخدمها استخدمها في اي شيء. انما انا كنت عايز اتكلم في الحقيقه في براش صعبه شويه وما فيهاش اي هيلب موجود في الزي براش، وطبيعي في الحقيقه انا ما يكونش ليها هيلب، وهي الحاجه اللي انا يعني بسميها سكالبتورز براشز. انا هجيب بس التابلت عشان الماوس مش هتنفع هنا. اوكي، سكالبتورز براشز، والمقصود بدي ان في ناس، الناس اللي بيعملوا نحت يا جماعه، النحت الطبيعي الحقيقي، عندهم شويه براشز بيستخدموها. هي مش براشز في الحقيقه، هي شويه تولز كده، من اشهرها حاجه اسمها الريك. الريك دي عامله كده اهو، عباره عن اداه كده، وهنا فيها اسنان صغيره، ودي كده اسمها الريك. عندهم حاجه تانية كمان اسمها المالت. ممكن تفكر في مالت كانها مطرقه، كأنك بتخبط بهامر على حاجة. والحقيقة يعني هو في شوية ميديا الناس بتشتغل عليها، الناس اللي بتعمل نحت حقيقي بتمر بدرجات مختلفة من درجات الهاردنس، يعني ممكن تشتغل عليها وهي سوفت، وبعد كده ممكن لما تبقى هارد تشتغل عليها، لذلك الناس بتحتاج الهامر اللي بيتسمى المالت. في حاجة تالتة هي عبارة عن فاست مالت، ودي يعني متهيألي أقرب تشبيه ليها إن لو كنت زرت مصر أو كنت شفت في خان الخليلي الناس اللي بتعمل النقوش الفرعونية على الأطباق والحاجات دي، كنت بتلاقي إن بيبقى معاهم حاجة كده اسمها أزميل، الاسم العامي الدارج، وبيبقى فيه هنا هامر تاني بيبتدي يخبط عليها.
ودي كده بالظبط كانها الفاست مالت، عشان يبتدي يمشي يعمل تريس للرسمه اللي موجوده ويروح طالع نقش، دي كده بالظبط كانها الفاست مالت اللي موجود. اوكي، يبقى احنا عندنا في السكالبتورز براشز حاجه اللي اسمها الريك، حاجه اللي اسمها المالت والفاست مالت كمان، وعندنا حاجه اسمها الفلاتن وهنشوفها حالا، وعندنا في الحقيقه كمان شويه براشز تاني، بس انا عايز المبدا، بس المبدا ان البراشز دول هم عباره عن ادوات تماثل الادوات الحقيقيه اللي بيستخدموها النحاتين الحقيقيين، مش الديجيتال زي اللي احنا بنعمله كده يا جماعه. انا هروح لاول حاجه من الحاجات دي وساي همسك الفلاتن. اوكي، الفلاتن براش لما اضغط عليها كده اهو بتعمل لي فلاتنينج، بتخلي السيرفس ستريت تحتها، وهي بتعمل اد او بتعمل صب. الموضوع ده ما بيتلاحظش كتير هي بتعمل اد ولا صب الا لو غيرت في حاجه هنا اسمها البراش موديوليشن او البراش موديفاير. هي كده لو خدتها ماينس هتلاقيها دايما كده بتاخد السيرفس بتخليه تحت، لو خليته بالبلس هتخليها بتعمل فلاتن برضه لكن بتخلي السيرفس لفوق. لما بتشتغل على جيومتري عادي الاعداد بتاعت البوليجونز فيه بتبقى كتيره، بتلاقي نفسك احيانا بتحتاج فعلا القصه بتاعت الفلاتن براش. وغير كده في الحقيقه ان وانت بتتكلم في التكنيكس بتاعت السكالبتنج، لو كنت في المرحله الاولى وبتعمل ما يسمى بالبلينر اناليسيس، انك اي سيرفس تحاول تعمله من اي جيومتري تحاول تعمله من سيرفس مع بعض، ساعتها بتحتاج الفلاتن براش. في انا هروح للريك عشان اسهل، انا مخلي الجوج بس عشان دي صعبه شويه. الريك بتاعتنا، والريك الهدف بتاعها ان هي بتعمل لك جيومتري مش واضحه عشان احنا في جيومتري قليل. كويس ان انا افتكرت برضو الموضوع ده. السكالبتورز براشز اللي انا بتكلم عليها بتشتغل كويس لما بتكون في جيومتري عادي، لما بتكون في جيومتري قليل اعداد البوليجونز فيه قليله في الغالب بتلاقي التاثير بتاعها مش واضح ومش ظاهر كويس. والهدف بتاع الريك بتاعتنا انت تقدر تخليها زي اد طبعا تضيف بالشكل ده، او تقدر تخليها زي صب وتخليها تشيل من السيرفس بالشكل ده. البراش دي ساعة ما طلعت في فيرجن 3 او فيرجن 3، وكانت في الحقيقة يعني ناس كتيرة جدا فرحت بيها لان البراش دي موجودة في الحقيقة. فالناس اللي كانت traditional sculptors فعلا، الناس اللي كانت نحاتين حقيقيين وعايزين يتنقلوا للديجيتال ميديا، ان هو بدل ما يبتدي يشتغل على صلصال والكلاي والكلام ده، لا يبتدي يشتغل في كمبيوتر. فنفس الـ التكنيك اللي كان بيعمله في الحقيقة يقدر ينقله دلوقتي للبيئة الديجيتال اللي هو زي براش وجهاز كمبيوتر وكده. ودي مفيدة جدا في الحقيقة لما بتيجي تعمل سكالبنج. غير الريك احنا عايزين نشوف المالت اللي احنا كنا اتكلمنا عليها. المالت بالظبط كأنها شاكوش بيخبط اهو، هامر بتخبط كده اهو، كمان تخبط كده اهو، وهو كذلك. خصوصا لو كانت في منطقة انت مش عارف تظبط الجيومتري بتاعها وعايزة وخلاص انت لازم تظبطه، فبتروح عامل كده بالظبط كأنك بتخبط بهامر عشان تخلي المنطقة تبقى فلات. وطبعا الحاجة الكويسة فيها ان الفا، لان مش لازم اختار الالفا دي ولا حاجة، ممكن اختار الفا كده اهو، يبقى انا دلوقتي قاعد بعمل مالت بالشكل ده وهو كذلك. هي دي الفكرة اللي تفكر بيها في البراشز، ان اي براش موجود عندك لازم تغير فيها، تغير في الالفا، تغير في الطريقه اللي بيترسم بيها على اخر القصه دي. المالت فاست زي الازميل اللي انا كنت بتكلم عليه، هي بتشيل من الجيومتري بشكل معين، بتبتدي تحفر فيه كانك بتحاول تعمل تريس مثلا لرسمه ولا حاجه ايا كان، يعني كاني رسمت حاجه زي كده. وانا عملت ماسكينج طبعا، ودلوقتي رحت عكس الماسك وقاعد بمشي عليه وهو كذلك. اوكي، يبقى احنا كنا بنقول الفلاتن بتاعتنا ثم المالت والفاست مالت. طب في ايه تاني كمان من والريك بتاعتنا والرام؟ الرام هي حاجه اداه للقطع بس بتقطع شارب جدا، بتروح قطع كده اهو. ونفس الفكره اللي كنا بنقولها يا جماعه،
اي براش عندي فيها الفا يبقى انا عندي لسه تحكم شديد جدا عليها، اقدر اغير الطريقه اللي بتقطع بيها، اقدر ادوس الت اخليها بتقطع جيومتري بدل ما بتشيل جيومتري. يعني ما تبصش ابدا للبراشز دي على اساس انها حاجات ثابته ما ينفعش تغير فيها، ينفع تغير فيها تماما زي ما انت عايز. نيجي للجوج براش، ودي حاجه صعبه جدا. جوج اولا يا جماعه يعني ممكن تفكر فيها كانها القطر بتاع كوره مثلا، متهيألي هعمل جيومتري اكيد اعتقد. طيب هنحاول على ده لو ما نفعش. الجوج بالظبط بتشتغل على الديامتر معين، والبرش لو ابتديت ابص اللي بيجرى فيها، شوف اللخبطه اللي بتحصل هنا. مكتوب سموث يا جماعه، كرنت برش سموث، رغم ان انا مختار الحاجه اللي اسمها جوج. دي حاجه على طول هتحصل في زي برش، مفيش يعني مناص من ذلك. ولو دوست هنا اتغيرت، لو دوست هنا بتلاقيها اتعدلت تاني. دايما الحركه دي بتحصل فتبقى عارفها، لان احيانا هتلاقي مكتوب برش هنا اسم معين رغم ان اللي انت مختارها فعلا مختلفه، وعشان كده بتلاقي الافكت غريب شويه. اوكي، الجوج اللي بيحصل فيها حاجه غريبه، يعني انا ضغطت هنا لقيتها شالت شويه من السيرفس، انا ماشي 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 انا لسه ضاغط على فكره، وشوف ايه اللي جرى، راحت شايله هنا جزء تاني. ايه الحاجات الغريبه دي؟ طب انا ضغطت هنا ولسه ماشي ماشي ولقيتها راحت عامله كده اهو. هي بالظبط بتاخد جيومتري في ديامتر محدد او في ساعه محدده. ممكن يوضح لك الافكت بتاعها لو كبرت كده ورحت ماشي كده اهو حوالين السفير نفسها، وبص ايه اللي بيجرى. انا قاعد بشيل من السفير بتاعتي في قطر معين، نفس الحكايه. طب انا هعملها هنا اهو، بص ايه اللي بيجرى. طب انا بحاول اكبر اكبر اكبر، للاسف انا كده دوست اكتر من مره عشان كده اتلخبطت. يا ريت هنا يكون سليم. اوكي، ونخلي الفوكال شيفت شويه كده اهو. اوكي ماشي، وبص اللي بيجرى ايه. انا الخبطات بتاعتي فوضويه جدا يعني سلوبي قوي. شوف عامله ازاي، وشوف الافكت اللي انا عملته ايه. انا حددت كانه قطر للبرش بتاعتي، ودي ممكن تكون مفيده جدا لو انت بتعمل ديزاين معين ومحتاج فيه انك تلاقي برش، ومحتاج انك تلاقي فيه ديامتر معين عشان تعمل شكل هارد او حاجه. طيب احنا اتكلمنا في كلاي وما اتكلمناش في كلاي ولا في كلاي تيوبس. دول بالظبط عباره عن الصلصال اللي انت بتحطه، وهم حاجه جميله جدا. الكلاي نفسها من الخواص الجميله بتاعتها انها بتعمل بلند للجيومتري في بعضه، وبتضيع التفاصيل طبعا بتاعت اي سيرفيس موجود تحتها. الكلاي تيوبس ما هي الا كلاي برضه، براش ما فيهاش اي شيء، ولكن بألفة محدده وبتديك لسه معلش الكلمة دي أتمنى إنها ما تلخبطش حد، لسه بتديك التكستشر بتاع الكلاي اللي أنت بتضيفه. أحيانا الموضوع ده بيبقى مفيد جدا 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 وأنت في المرحلة الأولى بتاعة السكالبنج، وأنت بتعمل بلوكينج أوت للماسز اللي موجودة. أحيانا بتحتاج فعلا إنك تشوف التكستشر وتشوفه في منطقة تانية بشكل مختلف، وتشوفه هنا بشكل مختلف. الموضوع ده بيريح عينيك، لأن من المشاكل الشديدة جدا وأنت بتعمل سكالبنج هي الطريقة اللي أنت بتشوف بيها الجيومتري اللي موجود. اوكي، فلاتن اي، تعالوا نبص كده ايه اللي ما خلصناهوش يا جماعه. بلوب احنا ما جيناش ناحيتها، كلاي اوكي، كلاي تيوب اوكي، ديسبليس الاستيك اي 1، فلاتن جوج انفليت لاير ماشي، ماجنيفاي عارفينها، المالت اللي هي الهامر، المالت فاست عامله زي ما تكون القصه بتاعت الازميل، ما اعرفش ينفع يتقال عليها مطرقه وسندان ولا لا في الحقيقه. مش انسيرت دوت ومش انسيرت فيت اللي ما اتكلمناش فيهم، مورف ما اتكلمناش فيها ابدا، موف طيب اوكي، نودج دي ما اتكلمناش فيها، طيب بنش، ريك، رام، سلاش 1، بلا 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 من اول بدايه السلاش 1 والكلام ده. دي عباره عن سبيشال افكتس ومش هتاخد 3 دقائق، بس احنا عايزين نشوف القصه بتاعت النودج. طيب انا هغير الكلام ده مش عايزه، وهجيب سي خلينا ناخد سيلندر. طيب نجرب سلندر، ميك بولي مش
فريم الراجل ده كنترول دي دي، وانا هستفيد بقى دلوقتي بالبراشز اللي انا اتعلمتها موف، وهروح عامل ده كده اهو، بس عايز اوصل للجيومتري عالي شوية. اوكي، وبعد كده هروح مصغر دي مصغرها تاني، واروح محرك ده كده اهو، هلا نكبره عشان يعرف يتحرك معانا. وشوف انا قاعد بحرك في الجيومتري بتاعي، بعمل له ستريتشنج فظيع جدا، وشوف ابتدى الجيومتري يبوظ ازاي ويتلخبط ازاي. اوكي، لو حطيت شيفت اف بتشوف الوضع عامل ازاي، وشيفت دي شيفت دي شيفت دي شيفت دي شيفت دي، شوف شوف الجيومتري احنا عملنا فيه ايه. النودج براش بتعمل ايه؟ بتاخد الايدج لوبس والفيرتسز اللي موجوده هنا وتحركها بدون ما تحاول، هي المفروض ما تحركش الاوت لاينز، السيلوت بتاع الاوبجكت بتاعك ما يتغيرش، لكن اللي يحصل ديستريبيوشن للتوبولوجي ده في خلال الجسم اللي موجود هنا. يعني المفروض لما اختار نودج هنا اهو وابتدي احرك، تبتدي تحرك معايا في الجيومتري لكن تحافظ على الاوت لاين اللي موجود. الموضوع ده مش دايما بينجح في الحقيقه، لان لو عندك جيومتري قليل جدا في منطقه هتلاقيها، لا هتلاقي ان اتحركت يعني. وده عشان تعمل ديستريبيوشن يعني للجيومتري اللي موجود في المنطقه الجديده او في الاكستنشن الجديد اللي انت عملته في الجيومتري. الحقيقه هنا لحظه واحده بس، هنروح لمنيو احنا اتكلمنا فيها ده جيومتري، وابص على حاجه غريبه، احنا كنا اتكلمنا في كل دول وجينا عند اتنين هنا حسبناهم، ريبروجكت هاير سب ديفيجن وريكونستراكت سب ديفيجن. ريكونستراكت دي ما اعرفش بتعمل ايه، ريبروجكت هاير سب ديفيجن ما كنتش اعرف بتعمل ايه، انما دلوقتي ما دمت بتكلم في ما يسمى بالنودج براش، لا انا اعرف بتعمل ايه. دي بالجيومتري الجديد اللي بقى موجود هنا، اللي بيحصل ان البوتن ده بيحاول يمسك الجيومتري اللي موجود في اللور سب ديفيجن ويقسمه بالتساوي على الهاير سب ديفيجن. يعني انا دلوقتي لو مسكت دي وقلت له ريبروجكت هاير سب ديفيجن، هيبتدي يحاول يوزع الايدجز اللي موجوده هنا والفيرتسز على الجيومتري اللي في الهاير سب ديفيجن. الموضوع ده لو فكرت فيه هتلاقيه غريب، طب ما كده البوتن دي هي نفسها بالظبط الحاجه اللي اسمها النودج براش، وده حقيقي. ولكن لما بتكون سيف في كاركتر مثلا وتيجي الاير، يبقى فيها منطقه انت مش عارف بالظبط هتقدر تعمل ايه، والجيومتري قليل وانت مش عايز تعمل لوكال سب ديفيجن ولا حاجه، انت ساعتها بتحتاج براش عشان تعمل كده، عشان تحرك دوله في منطقه محدده او دوله في منطقه محدده. فبالظبط كان الريبروجكت هاير سب ديف قريبه جدا من النوتش، والافضل انك تستخدم الاثنين مع بعض، تغير الجيومتري بحيث انك تحس ان هو يعني متوزع بتساوي، وبعد كده تقول له ريبروجكت هاير سب ديفيجن، فده هيبتدي يحسب 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 لحد ما يوصل لاخر ليفل ويحاول يوزع لك الجيومتري ده بالتساوي على الاوبجكت اللي عندك او على الديفيجن الاعلى يعني. كويسه مش قوي في الحقيقه، مش قوي، مش كويسه قوي ولا حاجه، ولذلك هرجع كده اهو واقول له لا ريبروجكت تاني. وده سبب من الاسباب اللي بتخلي يعني ناس كتيره ما بتشتغلش بالطريقه دي، انه عايز يدوس مره ويبقى خلاص يبقى كل حاجه اتظبطت. لا مش لازم ولا حاجه، ممكن اجرب الفانكشن مره واثنين وثلاثه لحد ما اتاكد انها بقت معقوله. هي دي كويسه؟ والله انا مش عارف، انا هعمل سموث للحظه بالكلام ده كده، عايز اشوف الديستريبيوشن بس بتاع الجيومتري عامل ازاي. تعال نبص كده اهو، واقفل فريم وافتح فريم، لا مش حلو قوي ولا حاجه، شوف وهنا مش لذيذ ولا حاجه، عملت ده بس كده سموز. وانت بتحتاج انك طبعا تعمل سموز، يعني طبيعي يا جماعه انه الفانكشن مش بتشتغل لوحدها، يعني انت لازم تساعدها ولازم يبقى فيه بعض التضحيات يعني. اوكي، انا في الحقيقه مش عارف هي واضحه ولا لا، انا اعرف اخليها يعني في
شكل زي كده، ممكن ما تكونش واضحة. ادي كيوب يا جماعة، وميك بولي مش اوكي. وهعمل حاجة غريبة دلوقتي، هعمل ده كده اهو. بعد كده هروح، معلش ما تركزش في الحاجة اللي انا بعملها دلوقتي، وهروح محرك ده كده. واعتقد انه واضح دلوقتي يا جماعة ان احنا بنتكلم في جيومتري مش ديستريبيوتد ابدا، مش متوزع بطريقة منتظمة ابدا. واو انا غلطت، احنا كده اهو. نون كنترول دي دي دي، بس هديله بس شوية ديفيجن، وبعد كده هروح جاي في سيدا ونفس الحركة اللي فاتت اللي انا عملتها. بس احنا بنتأكد بس ان الجيومتري بتاعنا مش، وشوف عامل ازاي الجيومتري. اوكي حاجة زي كده دلوقتي اقدر استخدم فيها القصة بتاعت ال reprojector subdiv بوضوح جدا. يعني ارجوك لاحظ ان ده اقل ليفل في السب ديفيجن، وشوف الجيومتري معمول ازاي. ولا ريبروجكت هير سب ديف. اوكي انا مش عارف هو اشتغل كويس، قاعد بيوزع الايدجز. يلا تاني، هو كويس متهيأ لي. طب يلا تالت، هو عمل حاجة انا مش عارف. يلا رابع، هو كذلك. طب يلا خامس، سادس، سابع. واعتقد الفكره بقت واضحه يا جماعه، احنا ما ابتديناش بالشكل ده ابدا، احنا ابتدينا بشكل في منطقه فاضيه من الايدجز. ودلوقتي كل ما احنا قاعدين بنعمل الفانكشن مره واثنين وثلاثه، احنا قاعدين بنوصل للقصه بتاعت الديستريبيوشن بتاع الجيومتري. وده اللور سب ديفيجن. اللور سب ديفيجن احيانا طبعا بتحصل يعني الكومبرومايزز اللي بيتقال عليها، يعني ده المفروض شكل مربع، وشوف ابتدى ياخد شكل تاني عامل ازاي. الحقيقه انت ممكن تعمل ماسكينج وانت بتعمل الكلام ده، يعني ممكن تبتدي توزع من دول كده اهو، وتبتدي تعمل القصه بتاعت ريبروجكت هاير سب ديف وهو كذلك، وهيبتدي يوزع في النص بين الاثنين. يعني تقدر يعني انت عندك كل التحكم اللي انت عايزه يعني. اوكي ونفتكر ان النودج براش حاجه شبه كده جدا، بس انت بس مانيولي بتحرك الايدجز عشان انت عايزها تبقى هنا اهو. اوكي تعالوا نبص تاني للبراشز اللي موجوده عندنا. كلاي تيوبس، اوكي ديسبلايز بلاستيك والاي احنا شفناها، فلاتن الى اخر القصه دي، ماجنيفاي مالت فاست، الاثنين دول اللي ما جيناش ناحيتهم. مورف براش، انا ما شفتش مورف براش دي. طيب بنش احنا شفناها، النودج اوكي، الريك اوكي، الرام اوكي، وبعد كده السبيشال افكتس والسموث والستاندرد. احنا خلصنا البراشز، احنا بس ما شفناش المورف، مش اكتر من كده. طيب انا هشيل الاوبجكت اللي موجود ده، انا مش عايزه. كلير للكانفاس كنترول انه انا هعمل لود لتول. اوكي ودي هيد، يعني اتمنى بس ان ما حدش يفضل يا جماعه يركز في الهيد كويسه ولا لا، ولا احنا مش بندور دلوقتي على سكالبتنج ولا ايه الكويس ولا وحش ولا حاجه، احنا بندور على حاجه اسمها المورف براش. ادي يعني شكل معين، جيومتري معين، اي شيء عندي، واقدر اعمل له حاجه اسمها ستور مورف تارجت. اوكي طيب عظيم. واقدر دلوقتي سي مثلا اروح ماسك موف واخلي الراجل ده كده اهو، او كده اهو، والعين بتاعته باظت وكده، واعمل اي شيء، ودانه بقت كده، مش مهم ايه الوضع بالظبط. يعني انا ما بحبش في الحقيقه اشرح على موديل، عشان اول ما يعني لما بتبقى مدمن انك تعمل سكالبتنج وتشوف حاجه زي كده بتنسى في الغالب الحاجه الاساسيه وهي المورف براش، وبتبتدي تحاول تصلح الموديل كده مش مظبوط. المهم ان انا كنت عامل ستور لمورف تارجت، فدلوقتي اقدر اروح اعمل سويتش يرجع نفس مكان، واقدر اعمل سويتش تاني يرجع نفس مكان، وهو كذلك. جميل، بس مش ده دايما اللي انت بتحتاجه. يعني انت ممكن تحتاج انك تخلي العين اللي هنا مثلا هي اللي كذا، لكن دي تفضل زي ما هي في الشكل الجديد. لذلك انت لو عامل ستور لمورف تارجت تقدر تروح رايح للبرش اللي اسمها مورف، يعني مش فكره لذيذه دايما انك تستخدم سيمتري مع المورف يعني، وبعد كده تروح جاي على دي هتلاقيها بتبتدي تتغير بالشكل اللي كانت موجوده فيه قبل كده. يعني المورف براش
مش اكتر يعني. تقدر تحصل عليها على يعني مراحل في المنتصف بين الاثنين وكذلك، وتقدر تعمل سويتش برضو نفس الحكايه يا جماعه. يعني حاجه لذيذه جدا وجميله في الحقيقه يعني. وفي نفس الوقت برضو تقدر تغير موف وتخلي ده كده وتخلي ده كده وكذلك. يعني اداه يعني رائعه انك تروح عامل مورف تارجتس او بلند شيبس، يعني حاجه فعلا جميله يعني. ونفس الشيء احنا كده قاعدين احنا قاعدين بنغير، لكن لو اخترت المورف بتاعتي اقدر احاول احصل على نتيجة وسط يعني. ما هي دي الطريقة اللي المفروض تفكر بيها، مش شكل وشكل تاني، لا انت حاول تفكر ان ده المورف الاولاني اللي انت عملت له ستور، ده الاكستريم اللي هنا، والحاجة اللي انت بتغير ليها هي الاكستريم التاني، بحيث انك تحاول تحصل في النص على حاجة بينهم ممكن يكون الافكت بتاعها يعني لذيذ جدا. كان في واحد مشهور قوي من يوبي سوفت كان عامل فكره فظيعه جدا بالمورفو براش، وهو انه واخد فيس زي كده وعمل له طبعا ستور لمورف تارجت، وبعد كده مغيره تماما. يعني ده مثلا الراجل ده اصلع وما عندوش شعر، هو عامل الشخصيه التانيه بقى بشنب وبدقن وشعره كذا وحاجات كده، وبقى يعمل المورفنج بحيث انه مره يطلعه اصلع في المنطقه دي، ومره يطلع عنده شنب بس، ومره يطلع عنده شنب ودقن. فالامكانيات بتاعتها كبيره وبرش يعني فظيعه جدا فعلا يعني. احنا نرجع تاني للقصه بتاعت البراشز بتاعتنا ونبتدي نبص كده للي موجود. ابتدوا يختفوا البراشز اللي موجوده دي، كلاي كلاي تيوبس الى اخر الكلام ده، مش انسرت دوت وفيت، احنا سايبينهم. موف نوتش بنش ريك مفيش مشكله، رام مفيش مشكله، احنا بس بديت سلاش 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 1 سلاش 2 والستيتش 1 2 3 تراكس 1 2 3 لاخر القصه دي. طب ايه تاني احنا ما اتكلمناش فيه في الكلام ده؟ حاجه اسمها البلوب براش. البلوب واحده من اكتر البراشز المعقده في انك تحصل على افكت سليم بيها في الحقيقه. هي ما اقدرش اقول انها معقده في الاستخدام، هي سهله، ولكن كون انك انت تستخدمها بشكل سليم هو ده اللي ممكن يكون صعب شويه. انا هدوس كنترول دي لان الراجل ده مش مكمل نص مليون بولي، واحنا محتاجين دلوقتي الشيء بتاع ان يبقى عندي جيومتري عالي. اخترت البلوب، والبلوب مش هختار معاها الستروك دي، انما هختار السبراي بتاعتي، وكمان الالفا بتاعتي. هبتدي اختار الفا من دولة من الحاجات الغريبه اللي فيها نقط كتير كده اهو. ممكن نمسك الفا 7، ولما ابتدي اعمل شوف اللي بيجري على السطح بتاعي عامل ازاي بالظبط، كانك بتحط سكين بورس وبس كده، عاليه قوي بصراحه يعني كده. الافكت بتاعها شديد جدا، خلي ده 6 أو 5 او حاجه زي كده، وشوف السكين ابتدى يطلع ازاي. شوف ده يا جماعه عباره عن يعني احنا مش لازم نخليها كده، مش لازم نخليها قويه بالشكل ده، بس المقصود هنا ان انت بتكسر السيرفس، بتكسر الضوء اللي جاي على السيرفس، بحيث ان اللي بيبص عليه ما يشوفش سطح املس شكله بعيد تماما عن ان هو يكون سكن، انما لا ده كده انت بتخلي الضوء بينكسر في مناطق معينه ويبتدي يديك الافكت ان فعلا في هنا سكن بورز او كده يعني. تقدر كمان تستخدمها تعمل بيها سكيلز لو كنت بتعمل كائنات مخيفه وداينوز وحاجات كده. والافكت ده مش لازم يبقى بالشكل الفظيع ده، هو في الحقيقه السليم انك ما تستخدموش بالطريقه دي، انك تستخدمه بشكل تاني، هي انك تعمل لاير. بس احنا ما اتكلمناش في اللاير، وعشان كده انا مش راضي اتكلم في القصه دي. احنا بس بنزود الانتنستي، احنا بنحاول نحصل يا جماعه على ان احنا نفهم البراش بس ماشي ازاي مش اكتر كده اهو. لو دوست الت بيعكس، بس يعني في الحقيقه ان بيعكس او ما بيعكسش مش هتوضح لك خالص في البراش دي، لان البراش دي في الحقيقه هي بتعمل اب وداون في نفس الوقت، فعشان كده يعني ما تقدرش تشوف بالظبط كده الافكت بتاع انها بتعكس او لا. طبعا لما اجي استخدم حاجه زي كده يا جماعه المفروض ابقى اعمل ماسكينج للاماكن اللي حواليها، لان البورز دي في الاير مثلا هي صعبه جدا يعني ومؤلمه جدا.
بعد كده احنا عندنا ال special effects brushes اللي كنا بنقول عليهم الثمانية. بس قبل كده احنا عايزين نشوف حاجة كده اسمها lazy mouse. lazy mouse دي هناخدها بس الأول standard مش أكتر من كده، وهروح لل transform، لأ stroke هي اللي فيها حاجة اسمها lazy mouse. lazy mouse هي عبارة عن أداة بتأخر الحركة بتاعت الماوس، بمعنى إن أنا لو مش بستخدم ليزي ماوس وانا في ستاندرد انا بعمل كده اهو، اوكي ادي الافكت بتاعي، ولو كبرته هيبقى كده اهو اوكي. انما في حالات معينه انت بتحتاج ان اللاين اللي انت تعمله يبقى سموث اكتر من كده، وبتحتاج كمان لاج للحركه بتاعه الماوس، ولذلك ظهرت الحاجه اللي اسمها ليزي ماوس. ليزي ماوس انت لما بتبتدي تدوس ما بيحصلش الافكت، انما بيحصل خط احمر، الخط الاحمر ده بعديه يبتدي يحصل الافكت بتاع البرش بتاعتك، اي برش طبعا باي الفا عادي جدا. بس دي بتساعد على ان يبقى الاوبجكت بتاعك سموز اكتر. يعني انا كنت غلطان ان انا جبت الموديل، لان انا قاعد بغير فيه وبلعب فيه. في اوبشنز كتيره في الليزي ماوس، ومنها يعني اشهر حاجه فيها الليزي ستيب، وهي المسافه بين الخطاط بتاعة البرش، هنشوفها حالا. بس أنا كنت عايز في البداية بس أتكلم عن حاجة اسمها الليزي راديوس. الليزي راديوس هي عبارة عن الطول بتاع الخط الأحمر. أنت ممكن تغيره من هنا من الستروك طبعا، تخليه أكبر من كده، بس ممكن تغيره بطريقة انتر اكتف وأنت بتشتغل بالظبط كده. لو رحت مشغل الماوس بس شوية، ولو رحت دايس كده ورحت دايس شيفت، اللي بيحصل انت كده تقدر تطول يعني بيسموه الليزي راديوس ايا كان، تقدر تطوله لحد ما تغير الشيفت، بعديها تبتدي تقدر تعمل دراج زي ما انت عايز وتعمل اللاينز اللي انت عاملها. نفس الافكت ده ولا نفس الطريقه دي هي موجوده هنا في الليزي راديوس. لو طولت كده بس خليت دي، شوف الخط عامل ازاي، مش لذيذ ولا حاجه الشكل، انك بتحاول تحط قيمه ثابته. الطريقه اللي كنا بنقول عليها بتاعت الشيفت بتهيألي افضل بكتير، لانها انتر اكتف، على الاقل انت بتبقى عارف انت عايز تطول لدرجه ايه، وعايز واللاين هيناسبك ازاي في اي فيو الى اخر الكلام ده. مجرد ما تبتدي تعرف الفكره بتاعت، مفيش فايده قاعد بلعب في الموديل، مجرد ما تبتدي تعرف الفكره بتاعت الليزي ماوس خلاص بقت الحاجات اللي موجوده هنا السبيشال افكتس دول خلاص يعني بقوا مشروحين لوحدهم. احنا بس هنقول للحظة سلاش 1 وسلاش 2 عشان في حاجات غريبة بتطلع هنا. سلاش 1 يا جماعة هي بتعمل كات بشكل معين عن طريق الالفا، مش اكتر من كده. لو غيرت الالفا دي هيعمل كات بشكل تاني، هي دي كل الفكرة اللي تبقى عارفها. مفيش حاجة اسمها سلاش 1 وسلاش 2 سبيشال افكتس، كل اللي موجود يا جماعة هو عبارة عن presets. البريسيتس دي متغيرة شوية ومترتبة بحيث انها تعمل افكت معين. غيرت الالفا، غيرت الافكت، خلاص كل حاجة اتغيرت. بدل سلاش 1 خلينا سلاش 2 ونكبر بس دي شوية. وكان في فيديو ظهر في الحقيقة من بيكسل لوجيك، وكان ازاي تعمل شعر، وكان موجود بسلاش 2 تقريبا. ويعني برضو ظهر يعني افكار برضو ما مش لذيذة عن ان طريقة انك تعمل شعر هي سلاش 2، وده مش حقيقي برضو. من طرق الشعر او ممكن تظهر الشعر بشكل سلاش 2، مفيش مشكلة في الكلام ده، انما مش طريقة ان انا اعمل شعر تبقى بسلاش 2. السكالبتنج بيعتمد على انك تبقى تشوف حاجة معينة وتعرف توصلها للشخص اللي بيشوف السكالبتشر اللي انت عاملها. بمعنى ان لو انا جيت هنا اهو ورحت جاي للراجل ده وادي الريك بتاعتنا دي اساسا بتعمل بليندنج للماسز، وابتديت اعمل شكل معين وعرفت اوصل بالريك بتاعتي لان انا راح اعمل شعري يبقى شكله كويس او شكله وحش جدا دلوقتي. بالمناسبه انا ما اقصدش حاجه زي كده، انا اقصد الفكره نفسها. الفكره انك انت بالطول اللي معاك لو عرفت تستخدمها بدقه شويه انت تقدر توصل لانك تعمل شعر، تعمل اي شيء كده. لكن مش طريقة الشعر ان انا اروح اعملها بسلاش 2 ولا سلاش 1، لا ممكن استخدم سلاش 2 واعمل بيها شعر، كما ممكن ان انا استخدم ريك واعمل بيها شعر. انا مش عايز افضل في الفكرة دي بس واحاول اطلع شعر يا جماعة، لان انا بقول لكم انا لما بيبقى في موديل انا
للاسف بقى. طيب السبيشال افكتس اللي احنا كنا بنقول عليها يا جماعه هي ستيتش، والحاجات دي بتظهر لما بيكون عندك جيومتري عالي برضو، والستيتش دي بالتاكيد هيبقى الافكت بتاعها من بص يعني احنا كنا شغالين. انا هنقل دلوقتي معلش لحظه على ستاندرد، وادي ستاندرد براش، هنقفل الليزي ماوس دي اهو، ادي البراش شغاله جميل، وفجاه وابص تاني على الستروك الاقي الليزي ماوس مقفوله الى السيتنجز اللي موجوده هنا، وادوس دلوقتي الستيتش واجي الستروك، بص ايه اللي جرى، هو اوريدي فتح الليزي ماوس، واوريدي حط ستيب معينه، واوريدي حط انتنستي معينه، دي اللي بقول عليها بريسيتس. انا اقدر اعمل احسن من كده واقدر اغير فيها، وبدل الفا دي اقدر احط الفا تانية وتالتة ورابعة. عايز تستخدم دي في كلوز اوكي، عايز تستخدمها في كانها نقش على شيء معين اوكي، الشيء اللي يناسبك، عايز تغير الليزي ماوث اللي هنا في الستروك وتخلي الليزي ستيب اكبر شويه بحيث ان هو يعمل الافكت ده على فترات متباعده، عايز اكبره بس كده شويه عشان يبقى سنه واضح، عايزه يبقى اكبر وعلى فترات متباعده اوكي. برضو انت عندك كل التحكم، مفيش حاجه اسمها دي براش اسمها ستيتش مثلا ولا ستيتش 1. ستيتش 2 نفس الحكايه نفس الشيء بس مختلفه شويه ونفس القصه، لو دوست الت هيبقى بيعمل سب مش اد، وخلاص احنا كده قلناهم كلهم. وستيتش 3 يلا ستيتش 3 ماشي اوكي، كانها المنطقه بتاعت السوينج بين الطبقات بتاعت القماش تراكس ماشي اوكي يلا تراكس، لو دوست الت هيبتدي يزود، وبعد كده تراكس 2 لو دوست الت هيبتدي يعمل سب، وتراك 3 نفس الحكايه. يعني بريسيتس ليس الا، والبريسيتس دي مجرد ما تروح فوتوشوب وتعمل خريطه الفا كويسه ببساطه شديده جدا تقدر تعمل حاجه زي كده. وافضل كل السيتنجز اللي بتبقى موجوده هنا اهو هي بتبقى موجوده في الستروك بتاعتنا، ليزي ماوس او مش ليزي ماوس على حسب الشكل اللي انت بتعمله. بس لو لاحظت ان هنا اكتيفيشن للرول، وبعد كده كمان بيبقى فيه هنا هو في البراش موديليشن في شويه سيتنجز هنا هي بتتغير برضو مع السبيشال افكتس براشز. مش الفكره ان انا افتكر كام براش هنا 8 ولا 9 ولا 10، الفكره مش كده ابدا، الفكره ان انا اعرف الاناتومي بتاع البراش واعرف اغيره واعرف استفيد منه. يمكن كل الستيتش 1 و2 و3 وتراكس والكلام ده ما يفيدنيش، يبقى اوكي يبقى انا اعمل سيتنجز جديده اغير بيها السيتنجز دي ولا اغير الافكت بيها واحصل على شيء يناسبني. شيء صغير جدا قبل ما نكون قفلنا الجزء ده وهو البلوب، انا يمكن ما عرفتش اوضحها برضه في الفتره اللي فاتت. انا هعمل حاجه غريبه شويه، انا همسك الديفورميشن ده واروح جاي هنا وهروح حاطط نايز شويه كده اهو، بحيث ان السيرفس يبقى مستكن كتير جدا في الحقيقه. يعني انا هعمل يمكن افضل طريقه يا جماعه في ان انا اضيف نويز او اضيف افكت بالشكل ده، ان انا اقف بس ادوس 2 مثلا او 5 زي ما تحب، وانتر 2 وانتر 2 وانتر 2 وانتر، وهكذا ذلك. شوف بتظهر ازاي للحظه بلحظه، لما تدور على افكت تدور عليه بالشكل ده لحد ما تبتدي توصل للدرجه اللي انت عايزها. لو كنا اتكلمنا في اللاير كنا هنتكلم في شكل افضل كمان من كده. دلوقتي انا لو كبرت البراش دي شويه يمكن دلوقتي الافكت بتاعها هيبقى واضح. وبص انا بعمل ايه، والله هي في سفير حتى كانت تبقى اوضح من كده شويه. يعني اللي بيتقال عليها انها تقدر تديك تأثيرات اورجانيك جيدة جدا، بس البرش متعبة في الحقيقة شوية في انك تعرف تستخدمها بشكل كويس، لان الالفا اللي احنا بنستخدمها دي يمكن ما تكونش افضل الفا، يمكن لو عملت الفا ثانية يبقى يطلع لي افكت ألذ بكتير، وهو كذلك يعني شيء بيحتاج تجارب مش اكتر. بكده يبقى فاضل لنا 3 براشز، هو المش انسرت دوت والمش انسرت فيت والحاجه اللي اسمها الزي بروجكت، ودول ليهم فيديو ان شاء الله قصير مش طويل ولا حاجه. وكمان نبقى نفتكر ان احنا جينا هنا اهو في الجيومتري المنيو اللي كنا سايبين فيها، احنا عرفنا اوريدي ري بروجكت هير سب ديف بتعمل ايه.
وإن شاء الله يبقى فاضل لنا كده فيديو صغير عن الثلاثة براشز دول، أو كده نبقى خلصنا القصة بتاعت البراشز.